كان معنا في الفيديو ده لو ما عندك مصفى مكسور ولا حاجة ولا حاجة بايظة، طعن السرنج بشنطة طبقهم على بعضهم كده. دبسيهم تمام. انا مع شكل الوردة فنانة بجد روعة. عملت الشنطة على هي ازاي تكون واخدة فكرة حلوة. تعمل بقى كذا واحدة بقى. القانون ده الحتة المصفى اللي انت كسرها اللي كانت مكسورة ديت تعمليها اهي. فكرة حلوة. عملت من المصفى اللي كانت مكسورة منظر حلو. بجد طبعا تعملها زي اللي هي شيالة تلزف اللي هي الورد اللي انت عملتيه. لا في الحيطة لا الظاهر حلو. عندي غطا للسبينر زي كاكولا في بعضهم. يعني تلعب بالسبينر وتتفرج على الفيديو كمان. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.